تقوم وزارة الموارد المائية المتمثلة بالهيئة العامة للسدود والخزانات بتنفيذ ناظم أبو صهر. يتكون الناظم من المنشأ الخرساني الذي يتكون من 7 بوابات شعاعية وممر ملاحي وممر للأسماك، وكذلك ملحقة به أبنية إدارية، بناية الإدارة والورشة ومخزن للمواد الاحتياطية. إضافة لذلك تم تعويض مدرسة قديمة بإنشاء مدرسة جديدة طابقين. أهمية المشروع، المشروع له تأثير بالنسبة إلى السيطرة على المياه وعدم هدرها، وتنظيم المنسوب أمام الناظم حتى الأنهر اللي تتغذى من عدة أيسر وأيمن الفرات، وكذلك باتجاه بحر النجف. المشروع يهدف إلى استصلاح أراضي 90,000 دونم من خلال نواظم صدرية 2 مقدم الناظم متجهة جنوبا باتجاه المشخاب وباتجاه غماس. وبالنسبة للناظم يأمن من مناسيب المياه للجهات القديم وكذلك إلى الحسانية. المهندس المقيم علي فنوخ عبيد. دائرة المهندس المقيم لناظم أبو صخير الهيئة العامة للسدود والخزانات.